يدخل قانون مزاولة النشاط المنفذ الخاص مرحلة التنفيذ الفعلي يوم غد، حيث تستعد 13 شركة مصرح لها بالشروع بتنفيذ الأحكام القضائية التي تتمثل في مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها، ومباشرة الإجراءات اللازمة للتحضير لبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات، ومباشرة الإجراءات اللازمة للتنفيذ العيني. يأتي ذلك في ضوء انتهاء المهلة القانونية التي حددتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية لتعديل أوضاع أصحاب ملفات التنفيذ القديمة المنفذ ضدهم، إذ يمكن للمنفذين الخاصين اتخاذ إجراءات ضد المنفذ ضدهم من ضمن قانون التنفيذ الجديد. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الأستاذ غسان العبيدلي، مدير شركة تنفيذ خاص. أهلا ومرحبا بك أستاذ غسان في نشرة الثالثة. لو تحدثنا أكثر عن أهمية قانون مزاولة نشاط المنفذ الخاص الذي يدخل حيز التنفيذ يوم غد الأحد، وما هي اختصاصات الشركات في تنفيذ هذا القانون؟ يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لتحتكم الفرصة لنا نتحدث من خلال هذه البرنامج واللي هي نشرة الأخبار. طبعا في ظل التوجيهات الملكية السامية لتطوير المنظومات القضائية بمملكة البحرين وبناء سياسات تترجم قيم العدالة والشفافية وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، فقد صدر من لدن سيدي صاحب الجلالة حفظه الله قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، واللي تضمن استحداث مهنة المنفذ الخاص، وهي مهنة حرة تتضمن الترخيص للقطاع الخاص في القيام بأعمال التنفيذ أو بعضها طبعا تحت إشراف القضاء المختص، وتهدف إلى تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم المنفذ لهم، أليس كذلك أستاذ غسان؟ المنفذ لهم طبعا وبما يضمن تقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة عالية. ولا شك أن هذه التوجيه بعقد الشراكة ما بين القطاع الخاص والقضاء يعد تطور لافت ورائد لمملكة البحرين على المستوى الدولي ويعزز قيم العدالة والشفافية. نعم، لماذا استثنى القانون من هذه الإجراءات ما وصفه بالتنفيذ العيني؟ ما هو التنفيذ العيني الذي سيكون ضمن اختصاص الشركات في تنفيذ القانون؟ التنفيذ العيني طبعا بيكون على مثل البيع في اذا كان هناك بيع على المنقولات. نعم، اذا كان هناك التنفيذ العيني مثل الطرد والاخلاء، هذه الاشياء اللي كانت عشان تكون في سرعه في الانجاز. شكرا جزيلا لك استاذ غسان. شكرا لك استاذ غسان العبيدلي، مدير شركه تنفيذ خاصه، على هذه المداخله.